السلام عليكم، تحياتي للجميع وكل عام بخير بعد هذه الإجازة. نستكمل اليوم محاضرة مبادئ استرجاع المعلومات، المادة اللي بدأنا الحديث فيها المرة الماضية، تمام؟ لكن محاضرة اليوم راح تكون كمان يعني تعقيب على بعض الأسئلة اللي سألتموها بالمحاضرة الماضية، لذلك ممكن اليوم نغطي مع بعض، يعني ندقق أكثر أو نحكي أكثر عن مفاهيم الستركتشرد والأنستركتشرد ديتا مرورا بالسيماي ستركتشرد. راح نتحدث أكثر كمان عن 1.1 و 1.2. طبعا هذا الشابتر مرة ثانية بذكر احنا بدأنا المحاضرة الماضية very simple example of an information retrieval system problem اللي هو من مسرحيات شكسبير، وقدمنا من خلالها مفهوم التيرم document matrix. هذا المفهوم اللي سنلاحظ انه مفهوم مبدئي لتوضيح الاسترجاع اللي بأبسط حالاته. سنرى بعد ذلك حاجتنا لبناء inverted index data structure inverted index لحتى يلبي العدد او الكويريز بطريقة أكثر فعالية من مجرد أنها تكون دوكمنت أو مجرد أنها تكون ماتريكس. فهذا الحكي راح نحكي عنه اليوم 1.1 1.2. بالمحاضرة القادمة إن شاء الله راح نكمل أكثر عن البوليان ريتريفال موديل وكيف يتم معالجة الكويريز، هاو بوليان كويريز ار بروسيسد. فلذلك مع الوقت كمان يعني في بالمقدمة انتو اشياء كمان سألتم عنها اللي هي مفهوم الإيفالويشن. لما نيجي نعمل احنا إيفالويشن how good are the retrieved documents، فقلنا التو فانكشنز اللي باستخدامات في الإيفالويشن اللي هم البريسيجن والريكول، وببساطة بكل يعني بنعبر عنها بمعادلات. يعني البريسيجن اللي بتعني الدقة، انه هو التقاطع بين الـ relevant documents والـ retrieved documents، يعني ما تم استرجاعه ونحن نريده relevant الملائم للكويري اللي عندنا. على المقام هذا البسط، طبعا المقام الـ retrieved documents عبرنا عنها بصيغة اخرى اللي هو true positives. true positives اللي هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن ما تم استرجاعه وملائم ونريده على كل ما تم استرجاعه، البوزيتيفز، كل البوزيتيفز سواء كان ترو او فولس. بالمقابل طبعا هذا العامل مهم جدا، لانه المقام فيه لاحظوا الريتريفد دوكمنتس ما تم استرجاعه، لذلك بيقيس دقه استرجاعنا. فكل شيء تم يعني كل ما زاد الترو بوزيتيفز كل ما البريسيجن زاد. هاي النقطة مهمة كثير اللي يجب أن يعني ننظر إليها بعين الاعتبار. فلذلك لاحظوا هون المقام retrieved documents. نحن بحاجة أيضا لفانكشن آخر لقياس الإيفالويشن، بيحسب حساب إيش؟ بيحسب حساب relevant documents فقط، مدى استذكارنا مما يجب أن يتم تذكره، اللي هو إيش؟ نفس البسط true positives او relevant documents ما تم استرجاعه وما نريده فعلا، يعني الاشي اللي انا بديها بالضبط، على ايش؟ على ال relevant documents اللي ما يجب ان يتم استرجاعه الصحيح. فهذا الريكول قلنا لكم في المحاضرة الماضية true positives على ايش؟ على true positive زائد false negative. هاي ال two parameters او two functions ضروري تضلوا مذكرينهم، فحتى انكم يعني حتى اساعدكم في التذكر اكثر خلينا نعتبرهم من ناحيه جرافيكال بهذه الطريقه. لاحظوا هاي الدائره تمثل ماذا؟ تمثل ما تم استرجاعه من فضاء عيني، من فضاء عيني اكبر. فلذلك هذا ما تم استرجاعه، مش بالضروره كل ما تم استرجاعه يكون صحيح. فلذلك بكل بساطه بنقول انه لاحظوا هاي true positives هذا ما تم استرجاعه ونحن نريده صح، عشان هيك نسميه positives true صح، بن عليه صح. هذا تم استرجاعه positives لكننا لا نريده، not relevant. لاحظوا هاي النقطة المهمة. الآن
هل البريسيجن بيعبر عن المقياس الفعلي لجودة النظام الاسترجاع اللي احنا في صدده؟ طبعا لاحظوا مرة ثانية، لاحظوا هاي الخضرة، هاي الدائرة الخضرة اللي على اليسار تمثل ماذا؟ تمثل true positives، وكل الدائرة بأخضرها وبالأخضر والأحمر بتمثل ايش؟ ما تم استرجاعه. لكن ماذا عن تلك المعلومات التي لم تسترجع؟ ففي عندنا بالوقت اللي احنا عندنا positives ما تم استرجاعه، في عندنا negatives ما لم يتم استرجاعه، في عندنا شيء اللي هو true negatives، هذا صح، هذا ما لا نريد استرجاعه، ما هو غير ملائم، not relevant، اوكي، ولكنه صحيح. اذا هذا شغل صح، هذا صح. لكن الخطأ اللي بنقع فيه انه اهملنا الفولس نيجاتيف، اللي هن ايش؟ اللي هن ما لم يتم استرجاعه وما هو ملائم بنفس الوقت. لذلك احنا بحاجة لعامل اخر، اللي عامل التذكر او الريكول. How many relevant items are retrieved؟ وهو السؤال الذي يسأل عن الريليفانسي، عن قديش انا ايش؟ قديش نسبة استرجاعي للصحيح من مجموع ما يجب أن يتم استرجاعه. فلاحظوا هاي نقطة أرجو أن تتذكرونها دائما، لأنه هذا طبعا هذا راح ينحكى عنه بشابتر 8، تمام؟ وهاي المعادلة خليها في بالك. ولاحظوا البسط واحد، true positive، ولكن الفرق بين كليهما، خلينا بس أضبط لكم هاي، أرفعها شوي لفوق، أوكي هيك أحسن. ولكن الفرق ماذا؟ الفرق انه بالبريسيجن بكل بساطة شو بكون عندي؟ خليني احط هاي هون، اوكي احسن. لكن الفكرة وين؟ انه بالريكول بحسب حساب الفولس نيجاتيف، هاي اللي هون بجمعها على المقام. بالمقابل البريسيجن فقط بيهتم بما هو داخل الدائرة، بما تم استرجاعه، بينما الريكول بما ايش؟ بما هو ملائم. لذلك هذين السؤالين مهمين، او هذين السؤالين هي يعني هذين التو فانكشن الاول بريسيجن جاب على سؤال كم عدد ال هاو ماني ريتريفد ايتيمز ار ريليفنت، من الريتريفد ايتيمز قديش عدد الريليفنت، وايضا بالريكول من الريليفنت ايتيمز قديش هنسترجعت الصح. هاي نقطة يعني أرجو أن لا تنسوا هذا الأمر. لذلك قلت لكم هذا راح نجيب سيرته أكثر بشابتر 8، شابتر 8 من الكتاب. هاي حطيت لكم أنا الرابط هون للكتاب اللي بده يقرأه مسبقا، لاحظ راح نحكي بشابتر 8 عن تفصيل أكثر لهذا الإيفالويشن كريتيريا التي أمامكم. سيكون هناك باراميتر جديد أو آخر يعني مركب أكثر، الأكيوريسي، اللي بيتعامل مع كل الـ ايش؟ مع الـ كل الـ four parts of the الأوميجا أو الفضاء العلمي، السبيس تاع الاسترجاع اللي عندنا، true positives زائد true negatives على كل الـ ايش؟ كل الفضاء العلمي الموجود عندنا. فهي المسألة اللي راح نجيها إن شاء الله بشابتر 8. طبعا هذا الكلام احنا حكينا عنه مسبقا وقلنا لكم إنه تركيزنا الآن راح يكون منصب على ماذا؟ على الستاندرد بوليان موديل. نبدا بالابسط المعتمد على نظريه المجموعات زي ما حكينا لكم في المحاضره الماضيه، لما جبنا مثال جوليوس سيزار وبروتوس وكالبورينا، وبتذكر فهمتوه كويس انتم بهذاك الوقت، يعني ممكن نعلق عنه اكثر فيما بعد. مساله الامبيجويتي ان مينينج، هذا اللي حكيناه المره الماضيه، والتدرج من الاجزاء الاصغر الى الاجزاء الاكثر تركيبا الى ان نصل الى المعنى. لاحظ احنا دائما الجزئيات والاجزاء الصغيره تجمع اكثر، فتلك الكلمه التي تحوي على اكبر عدد من الـ من الـ من المورفيمز او المقاطع تصبح اكثر معنى. ليه؟ لانه المقاطع عباره عن احرف او اجزاء من الاحرف في بعض الاحيان، او حرفين، تمام، لا يستقيم معناها الا بتجميعها في كلمات تدل على شيء معين. الكلمات تصبح ذات معنى أكثر مع تجميعها في أشباه جمل، وبالتالي نذهب إلى السنتنس الجمل، وبالتالي النص بأكمله إلى أن نصل إلى مرحلة الدومين اوف
ديسكورس يعني او تحليل نصل لمرحله انه نحلل بالضبط الثيم اكثر يعني كاتيجورايزنج اكثر جروبنج اكثر للمعنى. بالتالي لما نصل لهي المرحله بنغوص اكثر في الاعماق والامبيجويتي بتخف اكثر بالمينينج. طبعا هذا الكلام ليس سهل تحقيقه في التعامل مع اللغات الطبيعيه، وجوز يكون من الملائم نرجع مع بعض. يعني انا هون خليني بس ارجع لشغله او شيء مرتبط بهذا الامر، يعني انا كنت قد غطيته مسبقا او اعطيته لكم في ماده الويب ديفلوبمنت، لكن الصحيح هذا الامر احنا تطرقنا له المره الماضيه، انما اللي انا بدي احكي لكم اياه هو موجود هون. يعني خليني بس اشوف شغله معينه. اوكي هي اللي هو الكلاسترينج، يعني انا لسه كان عم بحكي عن يعني اذا بدنا نتابع هذا التسلسل، هذا التسلسل فانت بتحكي عن ايش؟ انت بتحكي عن كلاسترينج اند كلاسيفيكيشن، مفهوم الكلاسترينج اند وات اند كلاسيفيكيشن. يعني الكلاسترينج جروبينج، يعني انه انت معطى مجموعه من الدوكيمنتس بدون ليبلز بدون عناوين. الكلاسترينج وذلك الامر اللي انت بتعمل فيه جروبينج، تجميع للدوكيمنتس بيزد اون ذير كونتنتس، يعني تشوف كل الكونتنت فبتقول والله هاي دوكيمنتس بتتعلق بمجال الفيزياء، هاي دوكيمنتس للكيمياء، هاي دوكيمنتس لا مثلا لمسرحيات. اوكي بعدين بتصير تقول المسرحيات او النوفلز الروايات او القطع الادبيه مثلا، بتقول بتصير تقسمها لجروب لجروبس اكثر فاكثر بناء على ماذا؟ بناء على يور تريسينج اوف كونتنتس، يور جروبينج، يور اون جروبينج. فهذا اشبه ما يكون بالانسوبرفايزد اللي حكينا لكم عنه مسبقا اذا بتتذكروا بالهاكاثون، لما الداتا هاكاثون لما كنا نحكي لكم عن الانسوبرفايزد ليرنينج. اذا اعطيت مجموعه من التوبكس مسبقا فانت بدك وعندك مجموعه من الدوكيمنتس بدك تصير، يعني اذا اعطيت مسبقا يعني قال لك انه انا عندي بس فيزيكس مثلا كيمستري ماثماتكس whatever مجموعه من التوبكس وعندك مجموعه من الدوكيمنتس بدك تصير تجمع الدوكيمنتس بناء على هذه التوبكس. لاحظوا الفرق بين هذا وذاك. كلاسترينج انت بتقوم باكتشاف التوبكس بناء على ما لديك من دوكيمنتس، بينما هون انت عندك التوبكس وعندك الدوكيمنتس بس عباره عن ترتب هذه الدوكيمنتس تحت كل تايتل او تحت كل توبك. هذا الشيء بنسميه احنا تصنيف كلاسيفيكيشن. شو بيختلف عن الكلاسترينج؟ انه هذا سوبرفايزد موجه، في ليبلز انت بناء عليها بتشتغل. لذلك الكلاسترينج يعني اكثر مور ديب ذان كلاسيفيكيشن. يعني الصحيح هذا الكلام كله يعني احنا ناقشناه المره الماضيه وقلنا انه دائما احنا بالمفهوم الاستراكشرد والانستراكشرد المقياس تبعنا للاستراكشرد هو الداتابيز. لو صح لك انه كل الدنيا تكون داتابيز هذا شيء رائع، لكن رياليتي ان رياليتي ليس كل الداتا الموجوده هي عباره عن تيبلز وريليشنال دياجرام بيناتنا او ريليشنال خلينا نقول في بيناتنا ريليشنز او ريليشنال ستراكشر. اوكي لاحظوا هذا الكلام بالداتابيز، ماده الداتابيز كنت تاخذوها وماده سهله لان كنت تتعامل انت مع تيبلز مرتبطات ببعض بريفرنشال انتجريتي مثلا برايمري كي وفورين كي. اوكي قد ما تكون معقده هذه الداتابيز مجرد الاعتماد على الريفرنشال انتجريتي وعمل اس كيو ال خلينا نقول بيجعل من الاسترجاع امر سهل. تمام لذلك يعني الداتابيز بجوز تكون انجاز لنا التعبير اول مرحله من مراحل الاسترجاع، ابسط مرحله من مراحل الاسترجاع. لكن احنا ما بدنا نعطيكم الان استرجاع البيانات بالاس كيو ال، هذا احنا شيء بنعتبره ايش؟ هذا شيء بنعتبره ستراكشر. احنا المساق تبعنا متعلق بماذا؟ بالانستراكشر ديتا فري تكست، عندك نصوص حره من اي ترتيب من اي تركيب. لاحظوا المرجعيه في كلمه ستراكشر وانستراكشر هو ماذا؟ هو الداتابيز والريليشنال موديل. تمام طيب يعني الـ الـ يعني بجوز نحكي عن لما نجي نحكي عن الانستراكشر ديتا زي ما قلت لكم قبل شوي هي ماذا؟ هي تلك البيانات التي ليس لديها ايش؟ ليس لديها تركيب سهل
او سيمانتيك ذو دلالة او واضح ما إلها تركيب واضح، اي شيء غير الداتابيس. هذا النص الذي امامكم ليس له تركيب واضح، اذا هذا يعتبر ايش؟ انستراكشر. ذلك الكلام المنطوق ليس له استراكشر واضح. طبعا عفوا بلاش نخربط بالاستراكشر، يعني بالمفاهيم اللي احنا بنحكي عن الاستراكشر مرجعيتنا قلنا ايش؟ الداتابيس. ما دام انه ليس ريليشنال اذا هو ليس استراكشر، هو انستراكشر نعتبره. ايوه، لكن علينا ان ننتبه لقضيه مهمه جدا. لاحظوا قبل بقى ان نيجي عن الرياليتي، it is the opposite of structured data. The canonical example of which is relational database. زي ما حكيت لكم مسبقا، الشيء المسبقا، الشيء اللي بنعتمد عليه دائما في مرجعيتنا بالحكم هو relational database. لكن في الواقع almost no data are truly unstructured. يعني حتى الكلام المنطوق هذا اللي احنا بنحكي فيه يحمل في داخله دلالة أو معنى بالنسبة لنا كهيومنز، لكن بالنسبة للكمبيوتر لا دلالة واضحة في المعنى الذي نتحدث به في كلامنا المنطوق أو تلك الصور التي ترونها أمامكم أو ذلك تلك النصوص الكبيرة وما إلى ذلك. ليش؟ ليش؟ لأنه this is definitely true for all text data if you count the latent linguistic structure of human language. لاحظ مفهوم اللاتنت لينغويستيك ستراكشر، يعني اللي هو التركيب الكامن في الكلام اللي انت بتحكيه في النص، في النص اللغوي. يعني خلينا نبسط عليه اكثر، هاي بجوز محاضره انا بدي اياكم تحضروها، شرحت فيها عن ماذا، شرحت فيها عن الجرامرز، عن نظريه الحوسبه ومفهوم الجرامر من تشومسكي، وتحدث فيها عن كل من اللغة العربية واللغة الإنجليزية. تمام، تحدث فيها عن إيش؟ عن المفهوم الجرامر. تمام، مفهوم الجرامر طبعا أنتم تقدروا تحضروا من هون، يعني هذا بجوز يكون من هون، بجوز يكون الأمر واضح بالنسبة لكم. تمام، أوكي، هذا من هون. أيوة بالضبط، إنه الجملة سواء كانت باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية مكونة من مجموعة من المكونات structure. هذا إحنا هون من الكمبيوتر زي ما حكيت لكم أول محاضرة، هذا الكلام شغل الـ NLP، شغل الـ Natural Language Processing. بمعنى إنه إحنا هاي النصوص، هاي الـ statements خلال هاي التراكيب اللي أنتم بتشوفوها قدامكم، إنه مثلا statement مكون من noun phrase verb phrase، جملة اسمية وجملة فعلية، والجملة الـ noun phrase هذه مكونة من الـ article والـ noun أو الـ definition، definitive والـ noun، والـ verb phrase مكون من verb و noun phrase، وهكذا دواليك. فبنقول إنه بنشتق من هذه الجملة the dog ate the bone. تمام، طبعا شو معنى الكلام هذا بالنسبة للمادة الاسترجاع؟ الآن إحنا عم نتوجه لحالة من الهيكل، بنحاول نهيكل النص اللي بين أدين. لذلك هذا الكلام كله لما نيجي إحنا نشتغل على الكونتكست فري جرامر ونحاوله لإكس أم أل، هذا الكلام مرحلة ما بين التحويل الأنستركتشر لستركتشر، هذا بنسميها سيماي ستركتشر اللي راح نجيب سيرتها كمان شوي. أرجو أنكم تحضروا المحاضرة هاي، يعني لعلها تلقي الضوء على بعض الأمور التي يجب أن تكونوا ملمين بها. وأنا حاط الرابط المحاضرة هون صحيح هون. إذا بكل بساطة بنقول إنه يعني حتى كمان هذا على مستوى اللغة التي نتحدث فيها سواء إنجليزية أو عربية أو أي لغة أنت تشاؤون. تمام، الموضوع كمان التحول من أو التعامل مع الأسرة أنستركتشر ديتا، وأنا هون بعبر عن نقطة مهمة مرة ثانية، برجع بأكد إنه أغلب الداتا الموجودة في حولنا يعني هي unstructured، تنتظر من يحولها لstructured أو تنتظر إنه يكون لها indexing، تركيب معين قابل لأن بالحوسبة بالكمبيوتر إنه إيش؟ إنه يؤخذ tokens، وهي tokens بعدين نعملها part of speech ونتدرج فيها إلى أن نكون التركيب، إلى أن نصل إلى ماذا؟ إلى أن نصل إلى الموديل اللي إحنا بدنا إياه. تمام، لاحظوا هاي النقطة المهمة، التدرج من الأصغر إلى الأكبر. فال
الحديث كمان عن الايش but even accepting that the intended notion of structure is over structure. Most text has a structure. لاحظ كل النصوص على الأغلب لديها تركيب. أيوة هون بشير لنقطة مهمة أنا أعطيتكم إياها مادة الويب إذا بتتذكروا وديت لكم فيديو محاضرة سابقة إلي بيحكي عن إنه كيف أنت حتى الصفحات الويب اللي تعتبر unstructured كيف إنه إيش تقسمها لهيدينجز وباراجرافز وفوت نوتس. ما الذي يعني ذلك؟ يعني ذلك انه هذا النص اللي تراه امامك بهذا الكبر بهذا الحجم استطعت ان تقسمه انه هذا والله هيدينج او تايتل وهذا مثلا اللي هنا بادي وهذا اللي هون مثلا فوت نوت او فوتر ماشي. هذا الكلام كله بيساعد في انك انت تقترب اكثر شيئا فشيئا من الهيكل من الستركتشر. صح ليس كما الداتابيز لكنه افضل من لا شيء افضل من الانستراكشر. لذلك احنا نيجي على السيماي ستراكشر والمرحله اللي تيجي بعد بعد الانستراكشر. يعني وعلى فكره اغلب الشغل اللي بالبيج داتا مثلا لما تيجوا على البيج داتا مثلا اذا حدا منكم اشتغل كلاوديرا او مثلا اشتغلتوا بالهدوب او ما شابه ذلك سيماي ستراكشر. واغلب الويب اغلب الويب دوكمنت هي سيماي ستراكشر كمان. لذلك هي شكل من أشكال الهيكل structure data that does not obey the tabular structure of data models associated with what with the relational database. هو شبه مهيكل. ما الذي لا يجعله مهيكل تماما؟ أنه ليس relational database بكل بساطة أو أي شكل آخر من أشكال الداتا تيبلز. لكن بالرغم من هذا وجود التاكس اللي ذكرت كله قبل شوية وهذا أنا برجع بذكركم لمحاضرة semantic elements. أنا حط لكم الرابط يعني ممكن اللي ما حضرها أو اللي ما أخذ المادة هاي ممكن يرجع يأخذها اللي بتحكي عن ماذا نظرتنا هون للsemantic elements هي elements with meaning. لاحظوا هو اتجاه للتعامل مع الإيش مع الmeaning. فيعني أنا وأنا مقسم يعني what is the semantic elements بأجزائه فيما مجموعة من التاجز كل تاج له معنى معين حيث هناك السكشن والارتكل والهيدر إلى أن نصل إلى مفهوم السيمانتيك إليمنتس لماذا يتم استخدامه. فلاحظ هون يسمح للبيانات إنها اكستشينج وشيرد وريوزد وتصبح ذات معنى أكثر فأكثر. وما الهدف ما وراء ذلك؟ ما الذي وراء ذلك؟ تتذكر أعطيتكم محاضرة عن السيمانتيك ويب. يعني هذا تماما يتماشى مع التدرج اللي قاعد بصير هون. احنا كل ما فينا عم نقترب اكثر من تجميع الاجزاء لرؤية الصورة الكلية لنصل الى الدومين لنصل الى ايش الى الدومين. طيب هذا الكلام يعني هاي محاضرة ممكن تحضروها انتو صحيح لحتى تفهموا انه بالسيماي ستراكشر سيرش مثلا لما تيجي تعمل سيرش على هذا النوع من النصوص الشبه مهيكلة كمن يبحث عن وثيقة document where the title contains Java and body contains reading. لاحظوا هذا الكلام بخف من وطئة البحث عن الكل عن كل الدوكمنتس. لا أنا بصير أبحث بالتايتلز والتايتلز يادوب تكون سطر مش أكثر من سطر. فرق بما أنا أكلف الكويري تبعي بحثا في كل الدوكمنتس كل أجزائها عن اني انا اكلف يعني اعمل الكويري بحيث انه يكون بس هذا التيرم ابحث فيه فقط في التايتلز. هاي مسألة في غاية الاهمية صحيح. ارجو ان تكون في حسبانكم. وهو امر سنتطرق له اكثر لما نيجي على الشابتر 10 في الكتاب كتاب مانينج شابتر 10 لما نيجي نحكي لكم عن XML search. لاحظوا هاي مسألة راح نجيها لقدام يعني بس أرجو تكون فاهمين من الآن لأنه أثناء المرور بلاحظون حتى نبلش بالحديث المتعلق بالمقارنة مع الأسكال كويري وكيف تدرجنا بالأمر من إلى. طيب إذا بنكمل الدرس وهذا الانستركتشر ديتا 1620 هذا مسرحية شكسبير هذا الكلام احنا شرحنا لكم إياه المحاضرة الماضية وقلنا انه التعامل مع هيك نوع من الماتريسيز بطريقة البوليان سيرج
يعني جبنا لكم انه قلنا انه هذا الكويري المكون من 3 كلمات بسيطة واتبعناها في لاحظوا هاي التيرمز، هذه التيرمز اللي عندي انتوني بروتس سيزار كالبورينا، واخترنا بالذات هذول الثلاثة، قلنا بروتس وسيزار ونوت كالبورينا، واسترجعناهم من مسرحيات شكسبير، هون حاط لنا 6 مسرحيات، وقلنا انه النتيجة كانت بالطريقة التالية، ماشي عمل ماتشنج بين الثري فيكتورز وطلع نتيجة 100100 اللي هي بس انتوني اند كليوباترا وهاملت. طبعا فيهم اشو فيهم قضية مهمة في غاية الاهتمام، انه لاحظوا رجع هذول المسرحيتين، لان السؤال طرح نفسه ممكن حدا يقول طيب انا شو دخل هاملت هذا ملك الدنمارك اللي حكى عنه شكسبير بانتوني اند او خلينا نقول ببروتوس وجوليوس سيزار. تمام، نقول انه كونه هذا النوع من البحث بدائي وبس برجع يا زيرو او ون، وما بيلقي ما بيكون في نوع من التركيز او ما بيسلط الضوء على الفريكوانسي مدى تكرار الكلمات، يعني مما لا شك فيه انه مسرحيه هاملت زي ما وضحنا هون بس ورد ذكر لبروتوس وسيزار في مقوله من اللورد بولونيوس بولونيوس لما اشار الها مجرد اشاره، بينما بمسرحيه انطونيو كليوباترا في كلام كثير عن سيزار وبروتوس، فاكيد الرانكينج راح يكون لهاي اكثر من هاي. طبعا هو الان هون في البوليو الموديل لا يحسب حساب هذا التمايز بين الدوكيمنتس، لذلك في اشوس كمان متعلقه بالبرفورمانس والستورج راح نحكي عنها اكثر لما نيجي نحكي عن الـ how to build the matrix، وبالتالي لابد من الانتقال الى نوع اكثر فعالية اللي هو inverted index، حيث يتم البناء الindex بناء على الterms والposting lists بدون ما نعمل matrix n multiplied by m ويكلفنا عدد كبير من السبارس لوكيشنز، حيث انه الزيروز راح يكثر. لكن لما باجي اعمل انا more elegant موديل زي الانفيرتد اندكس، بس بحط انا التيرمز ومقابلها ايش الدوكمنتس اللي وردت فيها هذا التيرمز. طبعا راح نلاحظ كمان شوي انه هذا الانتقال من هذا الاسلوب تو دايمنشنال اريز لهذا النوع من الستركتشرز، وانتم ماخذين اكيد داتا ستركتشرز، ارجو انه اللي مش متذكر مفاهيم الداتا ستركتشر يرجع لماده الداتا ستركتشر، ممكن انا اعطيكم شويه يعني ممكن المحاضره الجايه اشرح لكم عن التدرج هذا من التو دايمنشنال اريز للانفيرتد اندكس الى ان نصل لللينكد ليست. يعني هذا الكلام كله سنرى انه في اشكاليه كمان في التعامل مع الايش مع الفاريبل مع الفيكست سايز اريز، لازم يكون عندي فاريبل سايز اريز، سنرى انه حتى الفاريبل سايز اريز لن تلبي كمان البيرفورمانس ريكويرمنتس اللي احنا بصدده. ليه؟ لانه بده يكون في عندي مثلا افرض انا بدي اضيف هون مسرحيه، اوكي مسرحيه جديده، فاين يجب ان يتم اضافتها؟ يتم اضافتها هون بين 6 و 16 على سبيل المثال، بدي اعمل انا شفت ازاحه من هون لهون بمقدار 1، هذا الكلام مكلف اذا كان في عندي انا عدد الدوكمنتس كبير، ليس بالعشرات بل بالمئات وربما بالالاف، لذلك انا بحاجه الى مور دايناميك تول او ستراكشر للتعامل مع هكذا نوع من الاضافه، لذلك بلجا لللينكد ليست حتى اضيف ال 14 without any performance or slow process. طيب انا بعد مرور نصف ساعة ما تبقى من الوقت للنقاش وبعدين بنكمل بقية المحاضرة، طبعا بدي اذكر انه مفاهيم التوكنايزيشن او الستيجز للتكست بروسيسنج بدءا من التوكنايزيشن الى ان نعمل ستاندرز لكل كلمة بتمثل بالنورماليزيشن، بعدين تجذير او ستيمينج الى ان ننظف النص تبعنا من اي كلمات ما لها داعي، ستوب ووردز يعني مش ما لها داعي،
يعني stop words كلمات توقف يسموها، كلمات التي تكثر في النص ولا تحمل ذلك المعنى الكبير. لاحظ نحن نبحث دائما عن المعنى. ايوه هاي هذا راح نغطيه بشابتر 2 الشابتر القادم، هذا راح نسلط عليه الضوء اكثر بشابتر ايش بشابتر 2. اذا محاضره المحاضره الجايه او الجزء الثاني سنبدا فيه بالتحدث عن نكمل 1.2 1.3 كمان حتى تكون الامور بالنسبه لكم واضحه، لكن ارجو ان يتم مراجعه المفاهيم التي ذكرت لحد الان صحيح حتى تكون الامور بالنسبه لكم واضحه وسهله. طيب لحد هون احنا يعطيكم العافيه ونستكمل ان شاء الله بعد ما اسمع منكم اسئلتكم.